ايوه الطايز، ايوه الطايز. أنا عايزة نار تفكرني بالنار القديمة، واللي ما يعرفش يعرف، واللي ما سمعش يسمع، اللي واقف ده واللي شعل للنار هو ياسين، ياسين ابن المرحوم محمد الطيب، اللي يحبه لازم يساعده ويمد له ايده ويزيد النار نار. يلا يا رجالي نادي جوه. ما تخافش هتخرج، اول ما تحس بالنار هتخرج. يلا يا رجال، يلا بينا يا رجال. تفنى الرجال وتفنى الحريق، ولا دايم الا وجه الكريم. تفنى الرجال وتفنى الحريق، ولا دايم الا وجه الكريم. تتنسها بالكوم ويجي يوم النار تخلي في الهشيم. سلف ودين يا عم كله، سلف ودين، سلف ودين يا عم كله، سلف ودين. شوف جت منين وهربت لفين، كانت لمين وراحت لمين. نكنسها يا عم بالألوف ونملى تحت الدنيا خوف. طب بص شوف لحكمة الخالق العظيم. تفنى الرجال وتفنى الحريم، ولا دايم الا وجه الكريم. تفنى الرجال وتفنى الحريم، ولا دايم الا وجه الكريم. تفنى الرجال وتفنى الحريم، ولا دايم الا وجه الكريم. عادل عادل اهرب يا عادل، اهرب بسرعة. مش ههرب، سيب امك. امك في امان. عامل ازاي؟ في اخبار؟ دورت في ناس ولاد حلال مخبيينها، انت هتموت مستنيك يا عادل. اهرب بسرعة، اهرب. كلبك عليه يا بنت محمد الطيب، ادخلي دمك يا فجر. يا عادل مش هيقدر يهرب من قدره. يا عارف يا عارف يا بنت محمد الطيب. يا زين يا زين يا عادل، يا زين غريبة جري من هناك، عاوزك ترجع به وانت ساحب على الارض. لا يا سين، لا عشان اجري. يا زين عاوزك ترجع به وهو غرقان في دمه. مصيبة وحلت بالبلد يا خالد، المصيبة غرت وسابت البلد يا عمدة الشوم، يا موالس، يا مطية، يا ركوبة سهلة، يا سيد المغفلين وتاج راسهم. البومة دي حطت علينا من انهي خرابة؟ من يوم ما ظبط البلد وحالها مال، حد فيكم يتخاوى وانا المسؤول؟ أنا آمنة يا عمدة، فاكرني ولا نسيتني؟ فاكر وقفتي قدامك وأنا مسلولة ومكسورة ودموعي تروي أرض عطشانة؟ فاكر؟ فاكر ولا نسيت؟ ده انت كنت واقف قدامي زي حجر صوان. ايه الحكايه يا حضره العمده؟ اجري اغفر انت وهو، اطلب الحكومه. لا خلي الحكومه بعيد يا عمده، زي ما كانت بعيد. اللي اتكسر الحكومه مش هتعرف تصلحه، وبعدين احنا كسرنا التلفون وقطعنا السلوك. طخ يا غفير، طخ انت وهو، اضربه في المليان. نضرب في مين يا حضره العمده؟ دول اهالينا وناسني، وبعدين لما احنا نضرب ونطخ في المليان والحكومة تسألني عملتوا كده ليه؟ نقول ايه؟ قولوا خدنا الامر من شرابة خرق. يا شرابة الخرق قدام يا رجال. شرابة خرج؟ اني على مهلك شوية يا هلا، مستعجل على ايه؟ انت رايح عزومة؟ دي حريقة. يا احلى حريقة يا عم جابر، عايز الحق نصيبي. نصيبك في ايه يا يا عم جابر؟ اللي بيلحق حاجة بياخدها، ما نفسكش في حاجة من دار حمزة واجيبها لك؟ ايوه نفسي تمشي على مهلك شوية. عم جابر كمل انت المشوار واني لازم اخدها جاري. الناس الجعانه اشد من النار، مش هيخلوا حاجة. ولا عايز نطلع من المول بلا حمص؟ هلا ايه ده يا ولدي؟ ابو شواشي، ولا ابو شواشي
ناديه كل ضاع يا عم جابر. النار كانت ايه وخلت ايه؟ هي النار بتخلي حاجه يا عم جابر. المهم البني ادمين بخير. النار في الجش يا بنتي، الناس بترجع الحاجات اللي اتسرقت منها من سنين ياما. خايفه قوي على عادل وياسين يا عم جابر، مش عارفه مين هيكون القاتل ومين هيكون المقتول. العيار فلت يا بنتي، وربك بس هو القادر ينطف بيه. إيس عم جابر، عم جابر قول عايز ايه وخلصني. كان نفسي تكون مفتح وبتشوف يا عم جابر عشان تشوفني. شايفك بس ده مش مطرحك اللي ربنا خلقه ليك. انا راكب حصان حمزاوي يا عم جابر. بس مش هتكون حمزاوي. قول لي اهبل، لو خيروك تعيش دنيتك زي حمزاوي ما كان عايش، سطوة وهيبة وجبروت، تقبل ولا تختار تعيش غلبان زي ما انت عايش كده؟ يعني خليني زي ماني، ماني كده مبسوط. خلاص، يبقى تنزل من على الحصان قبل ما ينطرك من على ظهره. وبعدين اشمعنى يعني الحصان؟ ما كنت تختار حاجة تانية؟ يعني هو اني لقيت خيره؟ ده الناس ما خلوش حاجه في دوار حمزاوي غير الحيطان. انا مش عارف ليه ما حدش هو بيميته. يا عم هيعملوا بيه ايه؟ مين من اهل بلدك فكر يركب حصان؟ ده لو ربعهم بس فكروا يركبوا حصينه ما كانش ده بقى حلنا. هو الحصان مشي ولا ايه؟ ايوه شرط، باين عليه مش عاجبه الحال. يعني طلعت من الحكايه فشوش يا ابو الشواشي. ما دي حلاوتها يا عم جابر، دي حلاوتها. انت هتفضل قاعد كده؟ مش يلا بينا نشوف جرى ايه في البلد يا عم جابر؟ طب يلا خدني على ضاحي وجماعته، دول رجاله امن. الوليه دي باينها سحرت لهم. فداك يا دناري، انا زماني خالص لكن انت لسه زمانك قدامك. ناجي ناجي، انا بنتي ليا حق عليك. اذا كان اخوك الهدين عند حمزاوي فمالوش دين عند ابني، وانت عارفه كده كويس. وانت عليك دين ليه؟ دين كبير قوي ولازم تسدديه. انا عارفه الدين اللي عليا يا خالي. لو عارفاه قولي لي عليه يا بنتي، قولي عليه عشان اصدقك، عشان أأمن لك، عشان أعرف إذا كنت معايا ولا عليا. قول يا بنتي، قول قول. أنت اللي ربيتيني يا خالة، أنا وعيت على الدنيا لقيتك بتراعيني. أنت اللي حميتيني من كل شر يا خالة نعمي، أنت أمي يا خالة. أيوة أنا أمك. علمتك يا بنت محمد الطيب، علمتك الحب، زرعت حبك في حته مني عادل ابني. ايوه عادل ابني اللي اخوك عاوز يقتله، ده اذا ما كانش قتله. لازم تسدد الدنيا نادي، لازم. اسدده ازاي بس يا خال؟ اسدده ازاي؟ انا زيك بالظبط يا خال نعمات، خرجت ادور على عادل عشان احميه بروحي، وادور على اخويا عشان احميه بروحي ودمي. يا خال ياسين زي عادل، الاتنين مظالم. خال نعمات، انت اللي ربيتيني وحميتيني يا خالة. انا ما شفتش منك غير كل حاجة حلوة. النار القديمة دي انا ما اعرفش عنها حاجة، لا انا ولا اخويا ياسين يا خالة نعمات. احنا اللي شفناها، احنا اللي شفناها يا بنت. وامنة، امنة، امنة دي وراها سر مخفي. الشر اللي جواها لا يمكن يكون سبب حبها لابوك وامك. السر هو ايه؟ الله أعلم. مصرنا نعرفه، مصرنا نعرفه. يا عادل،
علينا هم يا عم جابر كلهم قدامك. اخرس خالص وانا كأنك موجود. حاضر اهم يا عم جابر. يا ضاحي مبسوط؟ كله سلف ودين يا عم جابر، وكل دين وله يوم يتسدد فيه. انت ليك دين عند مين؟ ها؟ اني مع صاحب الدين، اني مع صاحب الحاج يا عم جابر. وبعدين ما هي كل البلد ليها دين عند حمزاوي. خلينا في صاحب الدين الاصلي. انت عايز تنصفه ولا توكسه؟ عاوز انصفه. يا ضاحي انت واللي معاك هتقتلوا ياسين قبل ما تقتلوا حمزاوي وابنه عاتل. كلامي ده يا رجاله، هنموت ياسين ازاي يا عم جابر؟ تيجي ازاي دي؟ ما هو ياسين لو قتل عادل ولا حمزاوي نفسه مش هيسلم. ما تخافش عليه يا عم جابر، ياسين راجل ولا الف راجل، ويقدر على حمزاوي على ابنه الاشد منهم كمان. مصدقك. لكن يقدر على الحكومه؟ يقدر على البوليس والنيابه وقضي المحكمه؟ يقدر على سور السجن العالي؟ يقدر على المشنقه؟ كلام اهدي. الحكومة كانت منعت الظالم لما تقطع رقبة المظلوم. ما هو المصيبة ان كل زمن وله احكامه، واحكام زمن النهاردة غير الزمن من 20 سنة. ياسين لو قتل عادل حيموت وراه، حبل المشنقة حيتلف حوالين رقبته. بلاش تودوا صاحبكم في داهية. واحصد يا ابن شوك الزمان اللي قامت زرعوا زمان. واحصد يا ابن شوك الزمان اللي قامت زرعوا زمان. زرعوا هوت ولا نيران ومالوها عد ولا دخان. زرعوا هوت ولا نيران ومالوها عد ولا دخان. ولا حد دلك عالطريق ولا حتى كلمات باللي ريق. من غير ما تنزل بحر الهموم تلاقيك غريق تلاقيك غريق. وين البريق يطار البريق ومين اللي طفى نور الطريق؟ وين البريق يطار البريق ومين اللي طفى نور الطريق؟ وين البريق يطار البريق؟ انزل يا عادل بيه، انزل يا فندم بتاع المدارس. ياسين اوعى تكون فاكر اني خايف او هربان منك. انا قدامك اهو، انت في ايدك سلاح، اضرب لو عايز. انا عايزك تحكم عقلك الاول. اصحاب العقول لقمة طرية فوق الظلمة اللي زيكم. مفيش صاحب عقل بينهب ولا يسرع ولا يقتل. انزل
وصل لأهلك أنا معرفش عنه حاجة. البلد كلها بتحكي وأنت ما تعرفش. البلد كلها عارفة، لكن لا عمر حد حكى ولا قال. ظلم أبوك حكاية بتتحكي في البلد كلها. كل واحد مسؤول عن أفعاله. الابن بيورث أبوه. في الخير ممكن، لكن في الشر لا. في الخير والشر سوا. أبوك لازم يشوفها غرقان في دمك عشان يتعذب قبل ما يحصلك. لا لا، لو عايز تقتله قتلني أنا مكانه. أنا ما عنديش عزيز يا بنت أمي وأبويا. اعقل يا ياسين، قتل النهاردة هو قتيل بكرة. ما تبقى الظالم زي حمزاوي يا ياسين. البيه ما يعرفش إن أبوه قاتل وظالم، مين يصدق؟ انت لازم تصدق يا ياسين. انت ما كنتش تعرف حاجة، وانا وهو كمان كلنا ما كناش نعرف حاجة يا ياسين. مش ذنبي يا ياسين، مش انا اللي اخترت ان ابقى ابن حمزاوي الظالم، ولا انت اخترت تبقى ابن محمد الطيب المظلوم. محدش فينا بيختار اهله. الناس بتكبر تلاقي اهلها يا ظلمة يا مظلومين، اغنياء او فقراء. لو كان في حد بيختار اهله كان كل الناس اختاروا اهلهم ملوك. كنت انت بقيت ابن حمزاوي وانا ابن محمد الطيب. الكلام ده ما يخش ليش دماغ، ده كلام مدارس، كلام تقراه وتكتبه في كتب وكراريس، وانا ما بعرفش ولا اقرا ولا اكتب. عارف ليه؟ عشان انا ما دخلتش مدارس. عارف ليه؟ عشان انت خدت كل حاجه حلوه كانت ليا. انت عمرك قد عمري، يمكن اصغر شويه. ابوك سرق ابويا وقتل وشرد عياله. أبوك عمل كل ده عشان يكبرك ويعلمك ويطلعك أفندي محترم. عشت كلها كانت على عيش الناشف اللي بتشحتولي أمنة، وانت بتاكل وتشرب وتلبس. بتاكل من لحمي وتلبس من مالي. عاوز أعرف العدل اللي انت طالبه يا ياسين. أبوك ظالم، وانا انكتب عليا ان انا اخلص الناس من ظلم، وده حكم محكمة، بس محكمة غير المحاكم اللي انتوا عارفينها. محكمة أمنة، أمنة اللي مش عايزة تشوفني ولا ظالم ولا مظلوم. الظلم الحقيقي انك تحاسب واحد على حاجة هو ما عملهاش. اهرب يا عادل، اهرب يا ناجي، اهرب يا عادل، اهرب يا ناجي، اهرب يا ولاد، اهرب يا ولاد، اهربوا اهربوا. هو ابني وتخلي ويا بنتي. اهرب عليك. تسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد. حاضر. تحط دي جلابيتك في سنانك وتاخدها جري لغايه المركز. وانا هعمل ايه في المركز؟ تقابل المأمور. يا عمي جابر المأمور زمانه دلوقتي نايم في بيته. يا ولا قابل اي حد في المركز، ظابط عسكري شويش، قول لهم الحقوني، بلدنا فيها دم ونار. يلا يا مشوار. امرك نافذ يا عمي جابر. رايح فين يا واد؟ انا مش رايح حته. روح مشوارك يا ابو الشواشي. لو رجلك قدمت خطوه هخلص عليك. انا خدامك يا ست امني، يا ست امني، يا اميري، يا كمك. مركز ايه يا عم جابر؟ هو انا اعرف سكه المركز؟ قوله مركز ايه يا جابر اللي انت عاوزه يجيبه؟ كان عمل ايه المركز من 20 سنه؟ المركز ما قدرش يحمي المظلوم، عايز تجيبه دلوقتي عشان يحمي الظالم؟ يا ظلمك يا جابر، يا ظلمك. ياسين هو المركز وهو النيابي وهو القاضي، بس اني عاوزك تشهد نفس الشهادة اللي انت شهدتها زمان، تقول قضاء وقدر. فاكر يا جابر؟ فاكر الكلمة دي مكتوبة بدفاتر الحكومة القديمة. بقول ايه يا امنة؟ هتقول ايه يا جابر؟ ما انت كلامك كله على الفاضي. لو انت راجل عندك عقل
تعرف ان النار اللي جايده دي جايده عشانك وعشان اهل البلد كلهم. انت واد خدامك لو عايز عمرك يفرخ اسمع كلامه ويكون في علمك يا جابر، محدش هيدخل البلد الا ما يدخلها حمزاوي. حمزاوي هيدخل البلد عشان يقابل قضاه. بقى كده يا ابو الشواشي. يا عم جابر ده انا كنت باكل بعد لها حلاوي، انا دلوقتي هروح جري على المركز. بس اما تمشي اكتم يا ناج، اكتم الدم قوي، اكتمي جامد. متخافيش يا ام، جرح في الكتف زيه زي اي جرح تاني. سلامتك يا دنام، سلامتك من كل سوء ومن كل شر. ساكتة ليه يا ناجي؟ هقول ايه بس يا خالة محمد، احنا عايزين اسعاف ولا حكيم؟ دلوقتي احنا عايزين حتة نتوى فيها، حتة امان لحد الشمس ما تطلع. اللي في ايدك ده يا ام؟ ده المسدس اللي ضربك به ياسين ولا غريب الله اعلم. انت عاوزاه في حاجة؟ لا، الحكومة اللي هتعوزه، مش ده السلاح اللي ضربك بيه؟ اولا ياسين يبقى اخو نادية، ثانيا هو ما ضربنيش ولا حاجة. انت عارفة كويس قوي ان الرصاصة خرجت منه غصب عنه. ارميه يا ام. انت شايف كده يا دنايا؟ عناي يا رب يا رب يا كبير يا حاسس بكل العباد، نجيه يا رب واكتب له عمر عشان خاطر امه يا رب. شايفه عاجل ومسامح ازاي؟ ده ابني ايوه ابني، وعادل زي اسمه. نجيه يا رب نجيه. انا رايي يا جماعه نطلع على طريق الزراعي، يمكن نعطل على العربيه تاخدنا على مستشفى المركز. عربيه ايه بس اللي هتوقف لنا في الحته المقطوعه دي يا نادي؟ احنا نرجع البلد تاني. الناس يا ابني مش في وعيهم. اللي مش في وعيهم يصيروا يرجع لوعيه. يا وانت فين يا حمزاوي بقى بعد اللي بيحصل ده؟ انت فين وبتعمل ايه؟ خلاص يا اسطى جربنا نوصل. انت عاوز الصراحه سعاده البيه؟ انا لو كنت اعرف ان التوصيله بتاعتك دي صعبه قوي كده بصراحه سعاده البيه ما تزعلش، ما كنتش وافقت. يا سيدي كل شيء نصيب، وبعدين الاجره اللي اتفقنا عليها هديها لك الدب مرتين. ياه ده يبقى كرم كبير قوي من سعادتك سعاده البيه. ولو عاوز تبيت عندنا الليله دي وتروح على مصر الصبح مفيش اي مانع. كتر الف خيرك يا سعاده البيه. شكرا، لازم اروح للعيال. وقف وقف يا اسطى وقف. خير يا سعادة البيه خير؟ بقول لك وقف. هو خير يا سعادة البيه خير؟ لينه مش خير. هي ايه الحكايه يا سعادة البيه؟ ايه الحصان ده بتاعي؟ طب الحمد لله انك لقيته يا سعادة البيه. قول لي شامم حاجه؟ انا شامم ريحه دخان. الظاهر يا سعادة البيه في حريقة هناك هنا اهو. الحريقة دي عندي والا ما كانش الحصان هرب. يلا يا رب بسرعة اكتر بسرعة. يلا يا رب يلا بسرعة يا رب بسرعة. ولا اقول لك تعالى يا رب اقعد جنبي وانا هجيب. يلا ما ينفعش يا سعادة البيه. هتعمل ايه يا سعادة البيه؟ يا سعادة البيه حسابكم هيكون اشد من حساب جهنم. استغفر ربك يا كبير الناس. الله انت مش ربنا. لا اله الا الله، شرع ربنا فوق راسي من فوق، لكن خلينا في شرع البني ادمين اللي ماما اللي زيكم. قسما عظما هعلقكم من رجليكم زي الدبايح عريانين ملط. انا ورايا حكومه ورجاله، ابدانكم هتتشوي زي النار اللي شعللتوها، واللي سرق ابرة خيط مش هاخدها منه، هغرزها في حباب يعني ايه. الحمد لله على السلامة يا سيدي البلد يا كبير الناس. سبحان الله زمنك خلاص خلص يا حمزاوي، وحسابنا احنا مش ناسيينه، بس الحساب الكبير اصحابه انت عارفهم كويس. ياسين ابن محمد الطيب
وأمنة اللي كانت خدام عند محمد الطيب. أنت يا سيد الناس ضيف عندينا، بس لحد ما أصحاب الشأن يجوا نجيب لك كرسي تقعد عليه يا حمزاوي بيه. على بعضك كده، اوعك تكون خايف مني. انا قتلت يا ام مبروك. اوعك تكون خايف من الحكومه. بص، اللي بيقتل واحد زي اللي بيقتل 10، وسنين التقبيده محسوبه، لا بتزيد ولا بتخس، والمشناكه بتشنق مره واحده. افرد طولك ووسع خطوتك، ان الاوان كل واحد يعرف هو مين. عيد عليا الكلام اللي قلته من اول وجديد، انا بصراحه كده مش فاهم منك حاجه خالص. يا سعاده الباشا، فيه موت وقتل وحريق، ولازم الباشا المأمور يبلغ. هي المسافه من هنا لحد بلدنا الطيبه قد ايه؟ 10 12 كيلو كده. اهاني باقي واخدهم جري بكل عزمي وقوتي، قدر باقي وهات كزوزي. الحكومة جاية في الطريق، السجن مستنيكم كلكم. الحكومة مش هتسيب ولا واحد فيكم، واللي هتسيبه منكم أنا مش هعتاجه. أهلا بيك يا حمزاوي بيك يا سيد الناس. أنا جايبة لك معايا هدية إن شاء الله تعجبك. بصلي كويس. إيه ده؟ ياسين، ياسين ابن محمد الطيب. بص له ومال عينك بيه. غريب. انا ياسين يا حمزاوي بيه. ياسين مين؟ العبوا غيرها. ياسين مات وشبع موت، اتحرك في النار مع امه وابوه. لا يا حمزاوي، اللي مات ده ابنك ضناك، الرجل الجاسي اللي داست عليه قتلته من قبل ما يتحرق. ضناك يا حمزاوي، اللي انا كنت امه. ابن مين يا وليه يا خرفان انتي؟ انت تبقى مين انتي علشان انا حمزاوي يبقى لي منك ابن؟ واني في شبابي كنت اخاف احكي، لكن دلوقتي بعد العمر ما ضاع وبعد ما طار الخوف من قلبي اقدر احكي. يا عالم يا هو، الراجل ده نام معايا غصب عني. نام بعد ما مشى المطوه فوق رقبتي. تنكر يا مفتري؟ يجوز اه ويجوز لا، ده كان زمان. واذا كان حصل يا وليه خرفان انتي، أكيد كان برضاكي. لو كان برضاي كنت خازز المطوة في رقبتي ليه يا حمزاوي؟ والعمدة الدلدول بتاعك دي شاهد عليك لما رحت اشتكي له منك. اللي مات ده ضناك، ضناك يا حمزاوي، قتلته. والنهاردة هدفعك تمن غلطتك. النهاردة يا حمزاوي، بس أنا حسابي معاك في الآخر بعد كل ما ياخد حسابه منك. انا مفيش حد له حساب عندي. لا، فيه كل اللي ظلمتهم، واولهم ياسين ابن محمد الطيب. ما انت وليا نحس، ماني من يوم ما شفتك وانا قلت عليك وليا نحس. خد ياسين، خد. ارحم نفسك يا ابني، ارحم نفسك. دم حمزاوي انت اللي هتغرق فيه.
أمنة كشفت نفسها خلاص، عايزة تاخد طارها بيك انت كمان يا جابر. ده مش سلامنا يا عم جابر، وبلاش كلمة طار دي. الراجل ده لازم يتحاسب على ظلمه، سواء الأهلي أو لأهل البلد كلهم. انت لا قاضي ولا رئيس محكمة، سيب الحساب لأهل الحساب كلهم يا جابر. اسمعوا، أنا مستعد أقف قدام قضاة البر كله. أنا معليش غلطة واحدة، وأملاكي جبتها بفلوسي ومعايا أوراقها، إنما بقى اللي ماتوا أنا ماليش دعوة بيهم. أصلاً كان وراك عمدة موالس وشهود زور يا حمزاوي، وجابر كمان واحد منهم. لا يا أمني، أنا عمري ما كنت شاهد زور. أنا كتمت الشهادة عشان كنت خايف. ما تعرف يا أمني، كلنا كنا خايفين. احجل يا أمني وكفاية كده، موت حمزاوي مش خايفين. يا أخويا كفاياك باقي، بقالك سنين عمال ترط 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 الصبر وطولت البال، الصبر وطولت البال. من امتى الصبر كان رجع حق ولا طرد ظالم؟ الصبر دي سلوة العاجز، وانت خليت اهل البلد عاجزي. انت ساعدت حمزاوي في ظلمه يهبل من غير ما تدري. يا زين، حمزاوي قدامك اهو، وانت المحكمة بتاعته. الحكم جاهز ومتحضر. حمزاوي، عايزك تبوس كل رجل اتشققت وهي شقيانة في أرضك. الحقوق اللي انت خدتها لازم ترجع، العقود اللي اتمدت زور وقهر، المعاش اللي اتباعت من غير ما يتدافع تمنها، لازم كل ده يرجع. ده كلام عيال وعواجيز، ما انتوا مغفلين. ايوه كلامكم كلام مغفلين، ما هو ربنا خلقكم مغفلين لحكمة ما يعرفهاش غيره. شوفوا، مفيش حد بيستغنى كده عن شجع عمره في لحظة، حتى لو كان السيف على رقبته. لا، الشجع احنا اللي شفناه وعشنا فيه يا سيدي الناس. وهتعترف قدام الحكومة ان انت قتلت اهلي واستوليت على املاكهم يا حمزاوي؟ جرى ايه يا ابن محمد الطيب؟ لو انت عايز حمزاوي يرضى بحكم أهل البلد، كان إبليس رضي بحكم ربنا. نفذ يا ابن الطيب، نفذ. حمزاوي مش هيتقتل يا عمنا. بتقول إيه؟ الموت راح، وأنا عايزه يتعذب، عايز أشوفه عايش ذليل ومكسور. يا ناس، يا أهل البلد، بصوا عليه، حمزاوي، حمزاوي لا عاد يظلمكم سنين وسنين. بصوا عليه وهو واقف ذليل ومكسور، عشان تعرفوا ان انتوا اللي خلقتوا منه صار. لو كنتوا قتلتوا الخوف جواكم، هتقتلوا الظلم والظلمة. سبحان الله، انت شربت من بحور جابر ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ارمي ليه كده يا ام؟ ليه كده يا ام؟ ابعد عني. لا انت ده لازم تبعد. لا لا لازم لازم تهربي قبل ما الحكومه تيجي. هربي يا ام، ابعد. ولما امنه تهرب، مين هيبقى قاتل حمزاوي؟ انت. كل واحد لازم ياخد نصيبه يا ابني، وانت يا امنه كملي مشوارك. عايز تقول ايه يا جابر؟ عايزك تقعدي جنب حمزاوي لغايه الحكومه ما تطب على البلد. اوعى تكون فاكر اني خايفه من حبل المشنقه ولا من حيطان السجن العاليه. لا، وبقولها بعين وحسي، أنا اللي قتلت حمزاوي، وأنا اللي قتلت عادل ابنه. صحيح إني خلف ما ماتش،
الولد ابن محمد الطيب من ظهر ابوه بحج وحقيقة اللي عاوزه خلوا يجرب مني. كلامك صحيح يا ابن الطيب، الناس دول كلهم مظلومين، بس هم السبب، هم اللي خلوني ظالم بضعفهم. اهي الدنيا كده، يا تبقى خروف يا تبقى ديب، كل واحد عايش في الدنيا دي بيختار يبقى ايه. بس أنا كان لازم أعرف إن الحية ممكن تقتل الديب، والحية دي أمنة اللي ربيت لي ديب. الديب ده هو أنت، هو أنت يا ياسين. أنا عمري ما هكون ديب خروف. هتبقى خروف؟ هبقى زي ما ربنا خلقني بني آدم. طب إذا كان ما قدامك شي غير إنك تبقى خروف أو ديب، تختار إيه؟ برضك مش هبقى ديب. أمال تبقى إيه؟ إنسان، إنسان شديد. كلام، كله كلام. بيقولوا الناس اللي دايما بيخسروا، وانت هتخسر يا ياسين. واقفة جنب لحد الحكومة ما تيجي. يا اهل البلد، عادل ابن حمزة وعايش. يا اهل البلد، عادل ابن حمزة وعايش. تنقل المصاب للمستشفى وترجع بسرعة. يلا بسرعة بسرعة يا إسعاف، يا حمزاوي يا حمزاوي. يا عمنا الشاعر. ايوه يا ساعتي. يعني عادل هيتجوز ناديه؟ شيء طبيعي طبعا، ايه المانع؟ طب وامنه؟ امنه دي بقى مصيرها قدام المحكمه، وده مش المهم دلوقتي. امال ايه المهم اللي انت عاوز تقول لنا عليه؟ اقول لك. يلا يا سيد. يا
يسمعني انت وهو هناك ولا هنا. الظالم اللي بيقوى بيقوى بضعفنا. اسمعني انت وهو هناك ولا هنا. الظالم اللي بيقوى بيقوى بضعفنا. وقول يا سيدي يا عم اصحى يا عم فوق. انت اللي خليت فوق تحت وانت اللي خليت تحت فوق. الظلم قدمه تقيله لما نسيبه يدوس. نسكت عن الذل الساعه تلاقيه يزل النفوس. الظلم قدمه تقيله لما نسيبه يدوس. نسكت عن الذل ساعه تلاقيه يزل النفوس. وقول يا سيدي يا عم اصحى يا عم فوق. انت اللي خليت فوق تحت انت اللي خليت تحت فوق. احنا وادي الرب عالم اللي بنغوى الاهانه. بنقول اظلم يا ظالم ونعشق الاستكانة. احنا وادي الرب عالم اللي بنغوى الاهانة. بنقول اظلم يا ظالم ونعشق الاستكانة. يا عم اصحى يا عم فوق. انت اللي خليت فوق تحت انت اللي خليت تحت فوق. الله، امال فين الجماعة الكبار بتوع ده؟ لازم كبس عليهم النوم، او يمكن عشان حكايتك لمست معاهم اتكهربوا ومشوا. كهربوا ومشوا؟ امال هنقبض منين؟ عوضك على الله يا عم نشاع. كده اهو. طب قولوا بينا. كده اهو. طب قولوا بينا. لله يا صمري. لله يا صمري. ردوا علينا. لله يا صمري. قولوا سويا. لله يا صبري. راحت عليا. لله يا صبري. مضى شقانا. لله يا صبري. حتى غنانا. لله يا صبري. اجرك واجري. لله يا صبري. يخطف واجري. لله يا صبري. ولا راح ولا جا. لله يا صبري. ولا خدنا حاجه. لله يا صبري. ردوا علينا. لله يا صبري. قولوا سويا. لله يا صبري. راحت عليا. ما ضاع شقانا. حتى غنانا. اجرك واجري. يخطف واجري. ولا راح ولا جا. ولا خدنا حاجه. راحت عليا. راحت عليا. حتى غنانا. اجرك واجري. اخطف واجري. اخطف واجري. ولا خدنا حاجة.